وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتهم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا قال هل أنتم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله في الغيب. وأنزلنا الحديد فيه بأس وأنزلنا الحديد